يعني ده البرنامج كله مبني على هذا المفهوم يعني اصلا ان احنا نعرف نختار مشاعرنا. اعرف اختار ابقى راجل في اي موقف, اختار رجولتي. بس فاختيار الرجوله هنا شعور فطري مريح. انا عايز ابقى اغنى واحد, ده ممكن في ناس كتير قوي من الاغنياء قوي جايين من الباب ده, انا عايز ابقى اغنى واحد, انا عايز ابقى اكبر واحد, انا عايز بتاعه موت نفسه ينجح في المجتمع. لكن هل هو سعيد بحياته؟ لا, لانه مش عايش على الفطره. عايش ايه؟ الشهوه. عايش الشهوه. الشهوه عايز ابين لكم ايه الفرق ما بين الفطره والشهوه. انا لما اكون عطشان, عطشان جدا, روحت البيت لقيت ميه ساقعه ولقيت عصير برتقال ساقع, اشرب ايه؟ ميه. ده عصير برتقال ما يرويش على فكره, ممكن يعطش. اللي يروي الميه لانها الفطره. فرق شعره ما بين الفطره والشهوه. مين روح البيت مره جعان ولقى مثلا ما لقاش في البيت اكل, او امه لسه ما خلصتش طبيخ, فراح جايب كسره عيش كده سخنها وحط عليها حته جبنه وباقي طماطمايه ولا ترانشه بصل وحطها عليه وكلها كانت زي العسل في بقه. انا عملتها كتير جدا, من ألذ الحاجات اللي ممكن يكون واحد كلها. انه كلها على ايه؟ على جوع. دي فطره. الاكل على شبع ما يلذش, ان دي شهوه. الاكل بيتخن على فكره, يعني انا تخين عشان باكل اتعودت اكل على شبع وشغال على نفسي فيها بقالي فتره. الفطره هو اني اعيش الشعور واختار الشعور المتزن. الشهوه اني اختار شعور ايه او امشي ورا شعور ايه مضطرب. ومين اللي بيميز الفرق بين الفطره والشهوه؟ انا. ان الفطره مريحه زي الميه البارده كده, والشهوه بتلسع بتلسع. انا ما بقولش الشهوه هنا بمعنى انها حرام, الشهوه هنا بمعنى ان زودت في الاكل مش حرام, بس لو زودت في الاكل هتبقى قايم من الاكل مرتاح, مش تبقى قايم مرتاح. فالشهوه معناها ان انا بجري ورا احتياج مش بجري ورا طمانينه.